لكن هو الاهلي كده. يجي بقى واحد يقول لك حاجات غريبه كده، يقول لك اصل الاهلي بيعيط. لا يا حبيبي، الاهلي ما بيعيطش، الاهلي الدموع بتاعته بطولات لوحدها. يعني اي دمعه بتنزل من الاهلي، لو انت شايف ان الاهلي بيعيط فهي دمعه تنزل بطوله. كل البطولات اللي بيشترك فيها النادي الاهلي بيبقى هدفه ان هو يكسب، لكن انت اللي بتعيط كل لما الاهلي يكسب، فانت بتعيط كتير قوي، بتعيط كتير قوي. فاحنا بنرد، الناس ممكن كانت بتنطق انتوا ازاي ساكتين، انتوا ازاي. لا لا، التوقيت اللي فات ده انت لازم تركز في البطوله، ما تخليش حد ياخدك في حته تانية، ما تخليش حد يشتت تركيزك، ما تخليش حد يخليك تبقى بتلعب في مكان تاني غير الملعب. لا، احنا ناخد بطولاتنا، احنا ناخد بطولاتنا وبعد كده نرد، طالما كنا داخلين على طول. فاللي بيعيط سيبه يعيط، هو اللي بيعيط كل لما الاهلي يكسب. الاهلي ما بيعيطش، الاهلي بس بياخد بطولات، الاهلي بس على منصات التتويج، الاهلي بس اللي بينافس ريال مدريد في اكتر الالقاب القاريه على مستوى العالم. ريال مدريد 26 خدوا ثلاثة تشامبيونز ليج ورا بعض بالسوبر بكلام من ده فرق معاهم، احنا 22 عندنا طموح كبير ان احنا نوصل للرقم ده. فدي كلها امور مهمة.